بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. بنحتفل الايام ديت باعياد كتيره جدا، طبعا الاول صوم الرسل، وفي الايام ديت بنحتفل باعياد قديسين كتير، منهم القديس الانبا شنوده رئيس المتوحدين، الانبا بشوي والانبا قراص وقديسه بنوب وكتير قوي. وطبعا في الايام ديت بنحتفل باليوبيل الذهبي لكنيسه القديسين في سيدي بشر، هذه الكنيسه العريقه اللي اتاسست من 50 سنه. فبقدم التهنئه لاباء الكنيسه ولكل الخدام وشعب الكنيسه المباركين. في انجيل النهارده، في انجيل العشيه من انجيل معلمنا ماركوس، بيتكلم عن إرسالية السيد المسيح للرسل للكرازة وتأسيس الكنيسة. وبما أننا في نهضة الرسل، وبما أننا بنحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيس الكنيسة، هنتكلم النهاردة عن شركتنا إحنا جوه الكنيسة، شركتنا في الكنيسة. هقرأ الأول جزء من رسالة معلمنا بطرس الرسول، رسالة الأولى الإصحاح الثاني. وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. نعمة الله الآب تحل على روحنا أمين. بيتكلم بطرس الرسول علينا كأننا إحنا الأحجار الحية اللي اتبنت بيها هذه الكنيسة، وبيقول كونوا كأطفال مولودين من إيه؟ من الله. فاحنا كلنا كأطفال مش ممكن هننمو لو انفصلنا عن ايه؟ عن مصدر حياتنا اللي هي الكنيسة. يبقى الكنيسة بالنسبة لينا هي الأم اللي بنتولد منها كأطفال من الرحم بتاعها اللي هي ايه؟ المعمودية. وكل يوم بنتغذى الغذاء الروحي العديم الغش زي ما بيقول بطرس الرسول، اللي هو ايه؟ جسد ودم ربنا يسوع المسيح، وطبعا كلمة الله اللي بنسمعها كل يوم في قراءات الكنيسة من عشية وباكر والقداس. لكن قبل ما نفهم ازاي احنا لينا شركة في الكنيسة، عاوز افهم بس الاول نحط مفهوم للكنيسة. طبعا الكنيسة اوكي كلنا عارفين يعني ايه مبنى الكنيسة، لكن الكنيسة ليها مفهوم أعمق. أول حاجة الكنيسة بالمفهوم الشامل هو جماعة المؤمنين اللي هم احنا، دي الكنيسة، ده أول معنى. وده الكلام اللي قاله سفر الأعمال عن بطرس الرسول وهو مسجون، يتقال عنه كده: فكان بطرس محروسا في السجن، أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. هنا بيتكلم على إيه؟ على جماعة المؤمنين. لسه ما كانش فيه مبنى كنس، هو بيتكلم على مين؟ جماعة المؤمنين. كمان بيتكلم برضو في سفر الأعمال عن بولس وبرنابا الرسولين، بيقول: ولما حضر إلى أورشليم جمع الكنيسة وأخبر بكل ما صنع الله معهما وأنه فتح للأمم باب للإيمان. جمع الكنيسة يعني إيه؟ جمع مين؟ المؤمنين. يبقى الكنيسة هي جماعة المؤمنين. المفهوم الثاني اللي هو المفهوم الواضح اللي هو المبنى الكنيسة. مبنى الكنيسة اتكلم عنه برضو بولس الرسول لما اتكلم في كورنثوس الأولى، في رسالته لكورنثوس الأولى، عن التكلم بألسنة. فبيقول: إن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. يبقى هنا في مكان واحد بيجمع الايه؟ المؤمنين. المكان ده بنسميه ايه؟ اتسمى كنيسة.
ويكمل بعد كده ويقول ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة. يبقى هنا بيتكلم عن إن في إيه؟ مكان مخصص بيدشن لخدمة وعبادة مين؟ ربنا له كل المجد. كمان بولس الرسول بيقول عن كنيسة كمكان، فبيتكلم في كورنثوس الأولى عن أكيلا وبريسكيلا، فبيقول يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يبقى هم كانوا مخصصين جزء في البيت عندهم انه يبقى ايه؟ كنيسة. يبقى الكنيسة جماعة المؤمنين في مكان واحد. المفهوم الثالث بقى واللي بيكمل المفهوم الشامل، ان الكنيسة هي الإكليروس. هما الايه؟ إكليروس. بدون الآباء الكهنة في وسط الكنيسة، الكنيسة هيبقى ايه؟ لسه مفهومها مش شامل. ومين اللي قال كده؟ رب المجد يسوع نفسه. لما السيد المسيح بيتكلم عن مغفرة الإساءة من أخ لأخوه، فبيقول إن أخطأ إليك أخوك فاذهب واعاتبه بينك وبينه، وبعد كده أقول هات اثنين أو ثلاثة من الشهود، بعد كده يقول إيه؟ وإن لم يسمع منهم فقل لإيه؟ للكنيسة. هنا يقول للكنيسة إيه؟ يعني يجيب كده في وقت القداس ويقف قدام الشعب ويقول أنا عاوز أشاهدكم على أخويا؟ لا، قول للكنيسة، يعني قول لمين؟ لأبونا. قول لإيه؟ لأبونا، عشان يحاول يصفي الأجواء بينكم. يبقى الكنيسة بمفهومها الشامل هم جماعة المؤمنين الذين يجتمعوا وفي وسطهم الإكليروس في مكان واحد، هو دي الكنيسة. لكن بولس الرسول بيتكلم بقى عن الكنيسة من الناحية الروحية ويقول عنها أنها جسد المسيح، وذكر في الكلام ده في كذا موضع. السؤال بقى اللي يطرح نفسه ويجي في بالنا، ليه المسيح من الأساس عمل كنيسة؟ لما جه بطرس الرسول ويقول له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له إيه؟ قال له على هذه الصخرة أبني كنيستي. ليه بقى من الأساس أسس الكنيسة؟ علشان أفهم ليه هجاوب على سؤال عكسه. طب إيه اللي هيحصل لو ما كانش فيه كنيسة؟ حد فكر في السؤال ده قبل كده؟ لو ما كانش فيه كنيسة كان الوضع هيبقى شكله إيه؟ طبعا هيبقى اعتقد كل واحد فينا هيبقى في حاله، بمعنى كل واحد هيقرا الكتاب المقدس بمزاجه ويفسره بمزاجه ويعبد ربنا بمزاجه ويألف عباده بمزاجه فيعيش بطريقته كل واحد، فيبقى بدل الوحده هنلاقي قصادها ايه؟ فرديه. وده عكس اللي السيد المسيح صلاه في ليلة ألامه في يوحنا 17 ويقول أريد أن الذين معي يكونوا إيه؟ واحد كما أنا واحد معك. طيب ليه بقى أسس السيد المسيح الكنيسة؟ لما خلق السيد المسيح، لما خلق ربنا الإنسان خلق إنسان واحد فقط من التراب، صح؟ ليه ما خلقش ناس كتير مرة واحدة؟ هو مش خلق النبات كله مرة واحدة؟ ما خلقش الحيوانات كلها مرة واحدة بأنواع كتيرة؟ ليه لما جه يخلق الإنسان بالذات خلق واحد فقط اللي هو آدم؟ حتى حواء كانت من إيه؟ من ضلع. ليه خلق آدم واحد فقط؟ ما خلقش الخليقة كلها مرة واحدة؟ لأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، والله بنقول عنه إن هو إيه؟ واحد. لكن الله واحد مثلث الأقانيم، يعني هو الله واحد في الجوهر ذو ثلاثة أقانيم بغير انفصال ولا تقسيم. حب ربنا يخلق الإنسان على صورته، فكأن الإنسان كيان واحد لكن منه ايه؟ ناس كتير. فآدم كيان واحد
لكن منه حواء وقايين وهابيل لكل نسل آدم بعد كده. وده اللي فهمه آدم ساعة ما اتخلق وجاب ربنا ليه حواء، فلما شافها قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. يعني ايه؟ احنا ايه؟ واحد. ربنا انبسط قوي من آدم انه فهم الكلام ده، فهم انه مخلوق على صورته، فما فيش بينه وبين حواء فرق، ما فيش بينهم صراعات، ما فيش بينهم خلافات، هما واحد. امال ايه اللي حصل؟ حصل ان بالسقوط تشوهت الصورة وفسدت الطبيعة، الطبيعة البشرية. وكان علامة، اول علامة من علامات التشوه دوت والفساد دوت، ان الانسان فقد الوحدانية. فايه اللي حصل لما جه ربنا يسأل آدم، هو انت اكلت من الشجرة؟ عمل ايه على طول؟ رمى المسؤولية على مين؟ على حواء. قال له المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة. فبقى في ايه؟ في اخر، ما بقتش بقى حته مني وعظم من عظمي ولحم من لحمي، لا دي بقت اخر. ويجي بعديها على طول للاسف قصه قايين وهابيل، وشفنا اول عنف في التاريخ البشري بسبب فساد الطبيعه. وللاسف ما فيش عصر ما فيهوش صراعات، ما فيهوش حروب، ما فيهوش عنف في كل وقت، وده هيفضل طبعا لاخر الدهور، لان دي من علامات كمان المجيء الثاني. علشان كده جه ابن الله متجسدا علشان يخلص البشر من فساد الطبيعه ديت. واول علامه للشفاء انه يعمل ايه؟ يوحدنا تاني مع بعض. فكان ادم كان السبب، كنا فيه في صلبه وجينا منه بالتناسل بالطبيعة، لكن كان سبب اننا تفركشنا. فجه آدم التاني ربنا يسوع المسيح وعمل فينا ايه؟ وحدنا تاني. ولما كانت حواء امنا كلنا اللي جينا من نسلها كانت سبب اننا كلنا تفركشنا، لكن رجعت حواء الثانية اللي هي مين؟ الكنيسة، وحدتنا كلنا لما ولدتنا من رحمها من المعمودية، وكل يوم بتدينا غذائنا الروحي اللي هو جسد ودم ربنا يسوع المسيح على المذبح. في فترة قريبة كده من كام سنة ظهرت جماعة خدت شعار اسمه يسوع يكره التدين، والمجموعة ديت يعني بس تسمومها كده في وسط الشباب، وقالوا لهم يا إما تختاروا المسيح يا إما تختاروا الكنيسة، يا ده يا ده. لكن لو بصينا كده بالمنطق يعني الكلام ده عكس المنطق. هل في واحدة لما تيجي تخطب ويتقدم لها عريس هنخيرها ونقول لها يا إما تاخدي راسه يا إما تاخدي جسمه؟ ده منطق؟ هتاخده إيه؟ على بعضه. هكذا المسيح هينفع افصله عن جسده؟ بولس الرسول بيقول ان الكنيسه هي ايه؟ جسد المسيح، والمسيح هو الراس. يبقى ينفع اقول يا المسيح يا الكنيسه؟ كلام طبعا غير منطقي اساسا، غير ان هو غير روحاني ولا غير عقائدي ولا غير منطقي. عشان كده ما اقدرش افصل عريسنا السماوي اللي هو راسنا عنا احنا اللي هو جسده. زي ما تقال في أعمال أربعة عن السيد المسيح وتقال ليس بأحد غيره الخلاص، نقدر نحط جنب الآية دي قول أحد الأباء وهو القديس إيرينيوس في القرن الثاني، قال لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. ما أقدرش يبقى نحط الاثنين جنب بعض. يشرح بولس الرسول الكلام ده بقى ويقول عن السيد المسيح أخضع كل شيء، أخضع اللي هو الله الآب، أخضع كل شيء تحت قدمي ابنه يسوع المسيح، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة،
خلاها هو رأس الكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. مين هنا الملء؟ بيتكلم عن ملء. ايه هو الملء ده؟ مش ملء اللاهوت. الملء هنا اللي هو الكنيسة، وهو بيقول التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل بالكل في الكل. الملء هنا هو كيان الكنيسة اللي ربنا ملاه بايه؟ بالمؤمنين، وهو الكل في الكل في وسطينا، هو راسنا وهو في وسطينا. طب الإنسان لو فصل نفسه عن هذا الملء هيحصل له ايه؟ هينفصل عن جسد المسيح فيفقد الحياة. عشان كده حتى لو في واحد ربنا يديكه طولة العمر وينتقل إلى الفردوس، ليه مش بيخش على طول الملكوت؟ ليه الأول بينتظر روحه تنتظر في الفردوس؟ ليه؟ بيجاوب على كده القديس بولس الرسول في رسالته للعبرانيين، فيقول سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل. إيه هو الشيء الأفضل؟ اللي هو الملكوت الأبدية، لكي لا يكملوا بدوننا. يعني هيفضلوا مستنيين عشان كلنا نكمل، نكمل العدد يعني، وكلنا نخش مع بعض في المسيح. مين اللي ليه الحق بس انه يوجد بالجسد في السماء؟ هو ربنا يسوع المسيح اللي بعد ما قام من الموت بجسده النوراني صعد بيه لايه؟ للسماء. في حد دخل الملكوت بجسده؟ لا، مفيش. هو بس ربنا له كل المجد، جلس عن يمين أبيه بالجسد النوراني. طب الأرواح بعد اليوم الأخير هتلبس أجسادها النورانية، وبعد كده يحق لها تخش هي كمان الملكوت، بس مش هتخش بذاتها، مش هتخش بإمكانياتها، مش هتخش بتقواها، مش هتخش بأعمالها. ومال هتخش بإيه؟ هتخش في المسيح. هتخش إيه؟ في المسيح. يعني أبقى في جسد المسيح، وفي الآخر هقدر أخش فين؟ الملكوت فيه. عشان كده بولس الرسول يقول فإنه فيها خلق الكل الذي هو قبل كل شيء، بيتكلم عن المسيح، وفيه يقوم الكل. كلنا في اليوم الأخير هنقوم، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء. احنا اتفقنا ايه هو الملء؟ الكنيسة. كلنا هنحل فيه فنخش فيه فين؟ الملكوت. طب اللي هيفصل نفسه عن المسيح هيجي كده على باب الملكوت يقول له مالكش ايه؟ مالكش نصيب، مالكش نصيب. بغض النظر، بغض النظر عن الحساب في الآخر، اللي عمل أعمال صالحة واللي عمل أعمال شرير، أنا بتكلم على إنه هو جوه الكنيسة، تمام؟ فاللي رفض المسيح فصل نفسه عنه، اللي رفض الكنيسة فصل نفسه عنها. طيب ازاي نكون في المسيح بقى عشان نضمن اننا ايه؟ كلنا نخش مع بعض. حاجات بسيطه خالص، ربنا مش طالب مننا حاجات كبيره. اول حاجه ان انا اؤمن بالمسيح، تمام. نمره 2 المعموديه، نكون متعمدين على اسم ايه؟ الثالوث القدوس. كلنا بنتولد من رحم الكنيسه اللي هي المعموديه، فالكنيسه بتتبنانا وبنبقى ابناء لله بالايه؟ بالتبني. نمره 3 نلزق في جسد المسيح، نتحد بيه. ازاي؟ سر الإفخارستية. رابع حاجة، زي ما جسدي ممكن يعيا بعيد عنكم ويمرض ويحتاج طبيب، وممكن بعيد عنكم أحتاج عملية لو في خراج عشان يتشال، هكذا برضو الإنسان ممكن روحه تمرض، ممكن ايه؟ روحه تمرض، فيبقى محتاج ايه؟
محتاج طبيب، وممكن الطبيب ده يحتاج كمان للمشرط عشان يقطع أو ينظف الخطية. الكلام ده بيحصل في سر إيه؟ التوبة والاعتراف. حاجة بقى أخيرة طالبها مننا ربنا، أنا مش هكتفي بذاتي، يعني أنا ممكن أمنت بالمسيح ومتعمد وبتناول ومواظب على سر التوبة والاعتراف، بس ماليش دعوة بحد، ماليش دعوة ببقية جسد المسيح، أنا في حالي. هنا بقى المسيح طالب مننا نعمل إيه؟ نخدم بعض. والدليل إنه في اليوم الأخير هيجي يقول لنا كنت مريضا فأطعم، كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتم، كنت مريضا فزرتموني. إزاي عملنا كده يا رب؟ عملنا الكلام ده معاك إزاي؟ عملنا الكلام ده إزاي في جسدك؟ الأكل والشرب والزيارة وإن أنا أزوره في المرض والحبس، عملتوه في جسدي اللي هو إيه؟ الكنيسة. فإحنا بنخدم بعض مش بنكتفي بنفسي. في الآخر أقول كل واحد بيحفظ كيانه جوه جسد المسيح، جوه الكنيسة. اوعى تسمح لحد مهما كان يفصلك عن الكنيسة، يفصلك عن جسد المسيح. اوعى حد يزعزع إيمانك، اوعى حد اوعى خطية تسرقك، اوعى عادة تربطك وتبعدك عن الكنيسة. اوعى تسمح لنفسك انك انت ما تتناولش جسد ودم المسيح. اوعى تبعد بالشهور والسنين عن سر التوبة والاعتراف. واوعى تنسى نفسك او تنسى الاخرين وتكون اناني، لكن كلنا نخدم بعض، كل واحد بمقدرته، كل واحد بقدرته. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتنا، يعطينا حياة الثبات في الكنيسة التي هي جسده، ويكون هو رأسنا حتى كلنا ندخل إلى ملكوت السماوات فيه. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، أمين. مارين أشتم بن صوتير بمير من أغاصوت